كما احتفلت مدينة آتيا بالأسبوع الوطني للمرأة التشادية، حيث ترأس المناسبة الأمين العام لإقليم البطحاء. تقرير محمد طاهر جبريل الحر. النسخة 27 للأسبوع الوطني للمرأة التشادية انطلقت وسط أمال واسعة لدى النساء لتحقيق أمالهن في الاستقلالية والمساواة مع الرجل. في إقليم البطحاء جرت الانطلاقة بمقر المندوبية الإقليمية للمرأة وحماية الطفولة، حيث تحدثت في البدء رئيسة لجنة التنظيم ثريا أحمد متناولة مغزى الشعار الذي اتخذ لأسبوع هذا العام، وهو احترام حقوق المرأة والفتيات تحدي للوصول إلى أهداف التنمية. في نفس الصدد تحدث المندوب الإقليمي للمرأة وحماية الطفولة بالبطحاء، حيث أوضح أن وزارته تضع تطور المرأة في سلم أولوياتها، وقال من ناحية أخرى إنه يأمل من النساء في إقليم البطحاء أن يعكفن خلال هذا الأسبوع للتدارس وتبادل الأفكار حول المسائل التي ما زالت تعيق تطور المرأة في الإقليم. أما الأمين العام لإقليم البطحاء إنغودان دي جنادي الذي مثل الحاكم في المناسبة، قال إن نساء البطحاء معروفات بحيويتهن وحبهن للعمل، لا سيما المدير للعائدات، وعليه فإن الأمل معقود فيهن بغية المساهمة إلى جانب الرجل في تنمية الإقليم، كما دعاهن إلى المساهمة النشطة في إنجاح برامج هذا الأسبوع حتى 8 مارس الذي يصادف اليوم العالمي للمرأة. هذا وقام المسؤولون بزيارة للمعرض الذي أعد مصاحبا لفعاليات هذا الأسبوع، والذي عرضت فيه بعض المنتوجات التقليدية.